الرابطة المحترفة الثانية وخبر يهم فريق شبيبة العمران. الهيئة المديرة لفريق شبيبة العمران تقدمت بمطلب لدى وزارة الداخلية طلبت في الحصول على ترخيص من أجل حضور جمهور الفريق في مباراة شبيبة العمران وجندوبة الرياضيين مبرمجة نهار الجمعة 31 ماي في ملعب الطيب بن عمار بالعمران، مباراة الجولة العاشرة إياب من 3:30 متاع العشية بين شبيبة العمران وجندوبة الرياضية. طبعا ننتظر قرار وزارة الداخلية، هل سيحظى مطلب شبيبة العمران بالقبول أم سيرفض هذا الطلب؟ دائما مع مباريات الرابطة الثانية الجولة العاشرة إياب، حكيت في المجموعة الأولى على مباراة شبيبة العمران جندوبة الرياضية، دائما يوم الجمعة 31 ماي مستقبل وادي الليل النجم الراتي سبورتينغ بنعروس نادي حمام النوم في النادي القربي جمعية أريانا هلال مساكنة من حمام سوسة شبيبة القيروان القلعة الرياضية فريق المرجان الرياضي بتبرقة معفى من خوض الجولة العاشرة. المجموعة الثانية برنامج مباريات السبت 1 جوان من 3:30 هلال الشاب أمل الركبة التطويل مكر المهدي مستقبل الرجيج فريق نزل للرابطة الثالثة نسر جلمة الملعب الجابسي مستقبل جابس أولمبيك سيدي بوزيد أمل الجربة يستضيف محيط قرقنة الترجي الجرجيسي ليقترب من العودة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يستضيف أولمبيك مدين ونذكر سبورتينغ المقنين معفى من خوض الجولة العاشرة.